في سابقة تعد الأولى من نوعها، أربع بلديات بولاية بجاية لم تسفر عن أي قائمة انتخابية من أجل الترشح لمحليات 27 من نوفمبر القادم. يحدث ذلك بعد انتهاء الأجل القانونية لإيداع الملفات لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. سابقة لم يرد في شأنها أي نص قانوني، وتعد خارجة عن نطاق مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. يبقى الأمر بيد السلطات العليا للنظر في الأمر. المسألة المتعلقة بعدم تقديم ملفات المترشحين في بعض البلديات من الوطن، ربما في ولاية بجاية أو في غيرها، هذه سابقة في الحقيقة لم يرد في شأنها أو في لم يرد بشأنها أي نص قانوني، يعني سابقة لم يرد في شأنها لا في قانون العضو متعلق بنظام الانتخابات ولا في البلدية. مسألة سيدتي تبقى من اختصاص يعني الوالي، لأن حتى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ليس من شأنها أن تتدخل في المترشحين، هي متكلفة فقط في التنظيم والتسيير والإشراف والرقابة على العمل الانتخابي، بينما مسألة تقديم الملفات هذه تبقى على عاتق الولاية وحدها، ووزارة الداخلية السلطة الوصية هي من شأنها إيجاد حلول. موقف استثنائي يفتقر لمرجع قانوني سيدفع المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في مثل هكذا استثناءات وكيفية تسيير الشؤون المحلية في هكذا مناطق.